السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معانا مع فيديو جديد من سلسله انت جوه الكلاس تعمل ايه؟ تتعامل مع الناس ازاي؟ انا دلوقتي داخل ومجهز حاجتي. احنا في حاجات كده اتفقنا عليها ان هي ما ينفعش ما تحصلش. انت قبل ما تخش الكلاس انت عارف هتعمل ايه كويس، صح؟ متفقين يعني ما ينفعش تقول لي يا صاحبي بصراحه مش متاكد او مش عارف هتكمل ولا مش هتكمل. لا، احنا البلاننج بتاعنا مظبوط، تخطيطي وخطتي وجاهزه وعارف هعمل ايه في اول 5 دقائق واخر 5 دقائق والبلينري والشغل اللي احنا قلناه قبل كده. تابع الفيديوز عشان تعرف. طب النهارده انا بدي اكسرسايز، وانا عارف ان اشرف ومنار وهبه وطقه وعلا ومريم وهدير هيخلصوا بدري. انا عامل حساب ان في 7 هيخلصوا بدري، منهم 3 هيخلصوا بدري عن البدري. طب اعمل ايه؟ بكل لطافه حضرتك، لو هما بيحلوا والكلاس كله عارف ان في 7 هيحلوا متاخر هيتاخروا، وفي 6 هيخلصوا بدري، وفي 3 هيخلصوا بدري قوي، فانت بتبقى مجهز انذر تاسك، يعني معاك شغلانه ثانيه، معاك مهمه ثانيه، معاك شيء ثاني، معاك حاجه زياده. يعني انت خلصت؟ اه. طب ما تحل لي دي كمان. هو ده، ادي طريقه. ممكن طريقه ثانيه، انت خلصت؟ اه. طب تعالى لف لي شوف الناس اللي متعطلين دول، ما تحللهمش. سهل يعني، افتح الباب قول له انت عشان تحل دي محتاج ايه، اقعدوا فكروا سوا ساعدوهم. طبعا الكلام ده هيخلق مجموعه مشاكل لو انت مش مسيطر على الكلاس بتاعك، يعني لو انت مش محسسهم ان كله هنا بيساعد بعضه ومحدش احسن من التاني، ولو انت شاطر في دي فانا شاطر في حته تانيه، هيعمل لك مشاكل. لكن لو انت ماشي معانا بالترتيب بتاعنا ان احنا مسيطرين والوضع كله تمام وكله حاسس انه كله مهم، اذا مش هيعمل اي مشكله. يبقى انت عندك حلين، يا تديله تاسك ثانيه يحل تاني، يا اما تعملها ان هو يروح يساعد غيره يساعد مش يحل، لان لو حل هتبقى احنا ضيعنا الدنيا. فدي كده حلين للايرلي فينيشرز اللي هم بيخلصوا بدري، ونشوفكم دايما في كل مناسبه حلوه. باي باي.